أين حقوق الإنسان؟ عايزة أتجوز كفاية إرهاب؟ أين حقوق الإنسان؟ أنا من حقي أقعد في الكوشة، أنا مش منكوش. لا أنت منكوش. أين حقوق الإنسان؟ نفسي في فرح وهيصة وزفة، أنا إنسانة مش أوفة. لا أنت أوفة. إيه ده؟ عصيان مدني؟ تمرد؟ كده يا بنات نور؟ وأنا اللي بقول لكم بلاش إضراب؟ بلاش وقفة عشان عجلة الإنتاج تمشي؟ أصل يا ماما إحنا قررنا إن فرحنا إحنا التلاتة يبقى الشهر الجاي. نعم نعم يا أختي قررنا. إيه قررنا دي؟ أنت بقى يا بنت أنت وهي. إيه أنا مش أمكم ولا إيه؟ قال قررنا قال. هو أنا إيه؟ راس كرومبا في القعدة؟ بعدين إحنا لسه ما جهزناش حاجات كتير. ما إحنا جهزنا كل حاجة يا ماما وما فيش حاجة فاضلة خالص. ويا ستي بقى ان كان على العفش احنا هنجيبه كله خلال اسبوعين. هو جاهز ومفروش. نعم 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 يا كتكوتة انت وهي. لا يا حبيبتي لا انا ماليش في الجاهز. انا كل حاجة تتعمل عمولة وقدام عيني. اولا مراتب السرير والمخدات والخدديات تتعمل قطن مصري اورجانيك ومش اي قطن. انا حاجزة فدانين في البلد هروح ازرعهم قطن جيزة 90 وبعد شهرين هروح ألمهم قطن قطن. وبالنسبة لمولل السرير مش أي مولل. المولل من كينيا. كلمت ناس صحابي قلت لهم شوفوا لي 12 شجرة من اللي بيتعمل منهم مولل. قالوا لي في شجرة اسمها مولا لاي هنقطع لك منها ونبعت لك. وبالنسبة للحمامات هنقفلها كلها رخام ومش أي رخام من أوكرانيا. كلمت ناس صحابي صحاب الناس بتوع كينيا يشوفوا جبل عندهم يقطعوا له رخام ويبعتوا. قالوا لي استني لما الثورة تهدى في أوكرانيا وهنبعت لك الرخام كله اللي أنت عايزاه. وبالنسبة للعفش هنجيب شوية من دمياط وشوية من سمنود وشوية من السنبلاوين. والصيني هروح الصين هسافر مخصوص أجيب الصيني حتة حتة. ما بحبش التقليد كله يبقى على الطبيعة. إيه رأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك يا ام احنا عايزين نبلغك بخبر. قولي يا اختي انا قلبي بيقلق منك بس قولي. كل المحلات الاصليه اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي سواء كانت في الصين او في دمياط او في كينيا كلها فتحت فروع هنا في الصحراوي. ايه كينيا فتحت هنا؟ ايوه يا ماما فتحت هنا وفي مولات كتير قوي فتحت على الطريق الصحراوي. في مول في كينيا هنا؟ امال انا رايحه الصحراوي جايه راحه ما شفتش كينيا دي خالص. انا هوريهولك. توريهولي؟ ده انا اللي هوريكي. اقعدي يا بنتي توهية. عايزه اقول لكم مفيش جواز قبل 9 اشهر. وبعدين انا بعمل فستان والحرده بتاعته هتاخد وقت. والاهم جالي خبر ان الدوده كلت القطن كله. استنوا بقى السيزون الجاي. يعني ايه يا ماما؟ يعني مفيش جواز. الجواز اتاجل.